خبر هيفرح ناس كتير وتحديدا الناس اللي بتحب الشتاء، ان حذرت هيئة الارصاد من سقوط امطار اليوم الخميس وبكرة الجمعة. وقالت هيئة الارصاد ان بنسبة 30% هيكون في امطار اليوم الخميس وبكرة الجمعة، وهتكون في امطار رعدية على حلايب وشلاتين. وطبعا بسبب الامطار دي ممكن يكون في سيول على منابع النيل في اثيوبيا والسودان، والامطار الرعدية على الحدود الجنوبية في مصر. يا هنتبسطوا يا محبين الشتاء. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.